صباح الخير مستمعي الكرام، صباح النور والحب والعشق والتواصل، صباحكم مبروك وحلقة جديدة من برنامجكم أحضي راسك. حضي راسك من الصابة ومن المحتلين اللي كيتربصوا بيك، وهما كتار 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 بزاف، وأساليبهم متجددة على طول الوقت، كيحينوا الأساليب ديالهم باستمرار لدرجة أنه هنا في برنامج حضي راسك كنلقاو صعوبة باش نواكبوا جديد من الصابة والمحتلين، إن على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي. ولكن مع ذلك نحن لحيالهم بالمرصاد، ودائما مستمعي الكرام غادي نعطيكم الأدوات والأسلحة باش تواجهوا النصابة والمحتالين، ولكن السلاح القوي 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 بين يديكم عرفتوا شنو هو؟ ما تبقاو شي طماعة، لا حقاش عرفتوها، هي هذيك الطماع كيقضي عليه الكذاب والنصاب من الأصل، كذاب 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 كذاب. حضيوا راسكم مستمعي الكرام، اليوم حلقة جديدة إذن مستمعي الكرام برنامجكم حضي راسك، واليوم الموضوع الرابط اللي كنا علنا عليه في الأسبوع اللي فات، ماشي في برنامج حضي راسك ولكن في برنامج منك وإليك، كنا طرحنا واحد القضية وكان موضوعها مثير جدا لدرجة أن المستمعين الكرام قالوا للبرنامج ودي ما كرهنا شيء هذا الموضوع نتناولوه طبعا بطريقة أخرى وصيغة أخرى وأبعاد أخرى برنامج حضي راسك. وقلنا إيه نعم سيدي عندكم الحق، هذا الموضوع كيستحق أننا نتكلم عليه فيه عدة مرات. موضوعنا الرابط اليوم مستمعي الكرام حضي راسك، حضي راسك، حضي راسك من البلية ديال شوفوني، وعرفتوا شنو شوفوني؟ حب الظهور، حب البيان، بنادم اللي كيبغي يبان، وباش يبان كيمكن يضحي بكل شيء، كيمكن يضحي بالقيم وبالأخلاق وبالأسرة وبالمبادئ وبالعقل وبالحكمة فقط باش يوفر الوسائل باش يبان قدام الناس. كتلبس أحسن لباس وما عندها شيء باش تشريه، كتسكن في أحسن دار، كيركب في أحسن طنوبيل، كياخد أحسن تليفون، كيسافروا لأحسن الأماكن، كيقريوا ولادهم في أغلى المدارس بالكريدي، ما عندهم شيء ولكن لحقاش فلانة كتقري ولدها ب1500 درهم، أنا خصني نقري ب2000 درهم، ولحقاش هما دوزوا العطلة داك العام في طنجة، حنا غنمشيو لأكادير ناخدو كريدي، وحتى الشركات الكريدي والأبناك لقات فيهم الخدمة، الناس كيعيدوا بالكريدي، كياخذوا الطوموبيل بالكريدي، كيتجوجوا بالكريدي، كيدوزوا العطلة بالكريدي، كيشريوا الأدوات المدرسية بالكريدي، وزيد وزيد وزيد. وهذا الكريدي كيمكن ما نكونوا شي محتاجين ليه لو ما كنا شي مبليين، مبليين باش بشوفوني. موضوعنا الرابط مستمعي الكرام اليوم هو حضي راسك من بلية شوفوني، كيفاش نداوي نفسنا وكيفاش مربي وشي وليداتنا على المظاهر فقط وحب المظاهر، وما نكونوا شي مرهونين بالمال والبنون. صباح النور سعيد المحراوي الحاري مراد إدريسي وفاء وفاء عبد الرزاق شكري عبد الرزاق، رقم الهاتف ديالك وصلنا، انت من إيطاليا غادي نحاول نتصلوا بك. رشيد أزقاغ سعيد حياوي مصطفى الرحيلي إبراهيم داليال هلالي مريم عيشة شلام رابط صلاح زكريا كحيل سعيد عين نبي، عدد كبير من الأخوات والإخوان بحال كنقول دائما، ومنتقعوا شيء أنه تسمعوا الاسم ديالكم في كل حلقة وباستمرار لأن اللوائح ديال الإخوان طويلة بزاف. وآجي ورجعوا لموضوعنا الرابط اللي هو حب الظهور، هذا المرض أي مستمعي الكرام جاز أن نسميه مرضا، وهو بالفعل كذلك هو مرض نفسي، في بعض الأحيان كيكون قهري، في بعض الأحيان كيكون مزمن، في بعض الأحيان ما كيكون شيء خطير جدا إلى الإنسان استطاع أنه يعالج نفسه منه. هذا الحب الظهور اللي كيخلينا نطرح السؤال، هذه الآفة اللي ولات في المجتمعات واش هو مرض ديال العصر ولا موضة ديال العصر؟ واش موضة أنه أي واحد يحاول يبان، يبان إما في المحيط دياله في حيه فين كيسكن، إما في مدينته، إما في بلاده، مستعملا في ذلك كل وسائل وفي مقدمتها الإعلام. وملي كنقولوا الإعلام نضفت له وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة اللي بدأت كتغزو أيضا المحافل الإعلامية، فالناس ولاو كيعملوا أي حاجة باش يبانوا، وهذه المواقع الاجتماعية لعبات على هذا الشيء، لعبات على هذه الرغبة الإنسان في حب البيان وحب الظهور، وخلقت لنا ما يسمى بالبوز، وخلقتنا ما يسمى بالكليك،
وخلقتنا ما يسمى بجامة. فكأن الإنسان ولا كيقيم نفسه وكيعرف راسه واش عنده قيمة ولا ما عنده شي قيمة بالقدر اللي كيقولوا له الناس حنا كنحبوا ولا ما كنحبوش هاد تصويرتك اللي نشرتي ولا داك الشيء اللي قلتي. ولا رجعنا غير شويه للخلف غنلقاو ما كانش شي هاد الجام، ما كانش لايك، ما كانش شي هاد لي كليك. فكيفاش كان الانسان كيعرف راسو واش هو مقبول في محيطه ولا غير مقبول؟ غتقولوا لي من الاصل ما كانش شي هذا هو الهم الشاغل ديال الانسان. الانسان كان عنده اشياء اخرى كيهتم بها، في مقدمه الاشياء اللي كان كيهتم بها الا عنده عائله كيهتم بالعائله، عنده اسره كيهتم بالاسره. الفرق بيناتهم طبعا كبير، الاسره هو الرجل ومراته وليداته، العائله ما تبقى من فروع الشجره. فالانسان مستمعي الكرام في الفتره الاخيره اصبح فارغ لدرجه انه ولا المظهر هو اللي كيعطيه قيمه عند نفسه لنفسه. كيشري أغلى طنوبيل وهو ما عنده ما يدير بها وما قادرش عليها، كيشري أغلى تليفون فيه تطبيقات وفيه أشياء من الأصل ما كيعرفش ليها، كيشري أحسن الكساوي وأحسن العطور وهو في الأصل غير واخد كريدي، كيقري ولادو كيتقاتل في المدارس الغالية لحقاش المحيط ديالو كيقري الولاد ديالو في مدارس غالية حتى هو خصو يقري. ونطرحوا السؤال، شكون اللي عزيز عليه حب الظهور اكثر؟ ها المشاكل غتبدا بهذا السؤال. اي 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 اي، واش العيالات ولا الرجال؟ الا بغيت نعطيكم فكره على القضيه اللي طرحات يوم الاحد الفارط في برنامج من كوا اليك، واللي خلاتنا نمدوا الحديث في الموضوع ديال حضي راسك من بلي تشوفوني. غادي نقول لكم باختصار، هو واحد الراجل كيتشكى من التصرفات ديال الزوجة ديالو، بيناتهم حب كبير، كيبغيو بعضياتهم، مؤسسين أسرة، والدين جوج ديال الدراري، ولكن المرأة قهراتو لأنه الماندا ديالو والماندا ديالها اللي هي فلوس مزيانة ما كتقدهم شيء، وعايشين حياتهم كلها بالكريدي. تقهر السيد وغادي يحماق. علاش؟ لأن المرأة كيخصها دائما دوز شهور كتقول له فلانة بدلت طلامط والمخاد والريدوية الصالح حتى أنا غنبدل. فلانة دخلت التلفزيون قدو قد ما مايلو 60-72 بوس، حنا تحنا خصنا التلفزيون مالهم باش فايتينا. فلانة كتقري ولادها في المدرسة الفلان الفنانية تبارك الله 2200 درهم الشهر للدري، مالنا حنا وليداتنا معزاز علينا زعما هما اللي عندهم الولاد. فلانة دارت فلان دار، فلانة جات عودات ليا دوزوا واحد العطلة في واحد لوطيل طوب في أكادير، مالهم زعما هما، مالنا حنا، هما بنادم وحنا حيوان تحنا نمشيو. فقال السيد انه بقى مساير السيده ديالو اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، لدرجه انه تقهر وخدام واحد الخدمه فيها الفلوس، وكان غادي يمد يدو باش يسرق لولا الالطاف باش يرضي هاد الرغبات لا منتهيه ديال مراته. فوصل به الحال انه تقهر وبعث رساله للبرنامج من كوا اليك، وراح نتكلمنا عليها في الحلقه اللي مضات. المهم اللي كيهمنا ناخذ جوهر ما جاء، وعلى ذكر الجوهر والشيء بالشيء يذكر، الجوهر هو آخر ما بقينا كنفكروا فيه في وقتنا الحالي، ولينا كنفكروا غير في المظهر. علاش وكيفاش؟ واش المكالمات ديالكم الهاتفية اللي غتجي غتحمل الجديد سواء في نقاشنا لهذا الموضوع أو صور نصب الاحتيال اللي عشتوها؟ ألو صباح الخير. السلام عليكم. مرحبا بسيدي، الاسم الكريم اللي سمحتي. محمد من مولي غسلق، مكالمة من تطوان. مرحبا بسيدي محمد، تفضل سيدي، مرحبا بك. كيف انت خايلة بساليك بخير؟ الله يطول عمرك مولاي، تفضل سيدي. أخي ما أخي عمر الله يراش مش عارف، رغم أني كان عندك كنظر شي تشاسلي وأنا كان سمعك في الإذاعة الوطنية دائما، أنا كان حاول أتصل بك. مرحبا بك. ولكن المكالمة بزاف، كنا حاول نشارك معكم مسابقة مفتوحة. المكالمة بزاف كان يوم إن شاء الله يعني الحمد لله جيد. كلمه ما كيف نصب عليك شي حد ولا كيهمك الموضوع ديال شوفوني؟ والقضية ديال شوفوني راه كنظن بان كثيرة بزاف بزاف بزاف. انا نقول لك كتجبر بزاف، كيف ما قلت على المرأة كتجبر، مثلا المرأة كتجي عندها شي إشارة ديالها هي ورا انا مشيت للمدينة كذا 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 كذا، وشنو درنا وشنو درنا، ديك المرأة كتجي تعاود راجلها ايوا انت علاش ما درتيش ولاش وكيفاش ويعني شوف ديك الناس كيفاش داروا، الناس زايدين علينا بهذا وهذا، يعني شنو الفرق ما بيننا وبينهم، علاش هما دايرين هذه؟ عاوتاني كتجبر عاوتاني الاطفال عاوتاني كتجبر
الطفل كيتبان كيعاود لصاحبك يقول له حنا مشينا شي مدينه وهادو ودوزنا يعني الايام مزيانه في الصيف وهادي كتبان راه تاني الوالد ديالو ما يعني ما حسن لها كيبدا يعاود للوالد ديالو ولا علاش حنا ما نمشيوش زعما حنا ماشي ولادكم زعما يعني حنايا. اذا هي المسكين شركات وكاين جهات اللي استغلات هذا الرغبه عند الانسان باش يبان من بعد ما شحناته بكل ما كيجعلو يعتقد باللي راه كل ما بان كيولي مهم. ولينا كنسمعوا بواحد التعابير من قبيل الفي اي بي. هاي نعم صافتي هذاك راه في اي بي فيري امبورتونت بيرسوناليتي في اي بي. هاد المفاهيم اللي ما كانتش واللي هي من الاصل الا كانت المنظمات الدوليه كتحارب ما يسمى بالميز العنصري وبالتمييز حسب العرق ولا الدين ولا اللون ولا غيره، فهاد الفي اي بي اكبر صوره من صور التمييز. انا تمشي عاد عرفتي بلي 20 درهم راه مشات والله العظيم تاع عمر دابا كنت بقى فيها حد بزاف وحمد الله جات كيرف 20 درهم ولكن بتعليمه شريتي تاع عمر. شوف تاع عمر اسيدي دابا راه ماشي 20 درهم راه الى زعل 50 بحر في النهار شحال هذيك. تماما صحيح هذا هو هذا هو المشكل اللي قلت لك انا شحال عمر وديما كنطلب البرنامج ديالك سمعتي وديما كنطلب البرنامج ديالك ولكن شوف سبحان الله العظيم كيفاش وقع لي واحد تمشي عاد عاد تفكرتي حضي راسك ماشي مشكل ملحوق سيدي محمد. شكرا على المكالمة ديالك. طبعا مستمعي الكرام هاد المظاهر موجودة بزاف، ناس كيلبسوا مزيان وكيتقادوا، ها احنا باقيين في حب الظهور حيت ولينا كنحترموا الناس حنا من المظاهر ديالهم. راك في طوموبيل مزيانة ولابس مزيان صافي راه شي واحد مهم، ما كنفكروش في عقله وشنو فيه وشنو يمكن تكون السريرة ديالو الطاوية ديالو، يلا كنفكروا في المظاهر للأسف وهي اللي خلات الناس حتى اللي ضعاف وحتى اللي خاوين وفي مخهم ما كاين والو كيحاولوا يعوضوا هذاك النقص، ما قارين ما حتى شي حاجه ما فاهمين ما واعين، كيعوضوا هذاك النقص باللباس وعند بعض العيالات بالماكياج وبالروايح وباللبسه وبالطالون وبغيره. كتشوف المراه كتقول اه يا سلام، الا تحاورتي معها كتلقى المخ خاوي ما فيه والو. نفس الشيء حتى بالنسبه للرجال، شيء وبالشيء يذكر، كتشوف عوض الراجل كيفاش داير والقيمه كتجلس معاه تهضر انت وياه كتلقاه خاوي لا شيء. فالكل للاسف مستمعي الكرام ولا كيركز على المظهر، وفي عوض ما نعالجوا الامر مشينا حتى حنا نساقينا وقلنا راه كل شيء هكذاك عرفتي، والله ما يديوها فيك لما كنتيش لابس مزيان، والله ما يديوها فيك لما كنتيش بنتي نعم سيدي بشي طونوبيل وبشي حاجه كيفاش دايره، لدرجه انه منا من يستدين ومنا اللي كيسرق ومنا اللي كياخذ الرشوه ومنا اللي كيدير الفضايح باش يوفر الفلوس ماشي الاساسيات الكماليات ديال الكماليات باش يبان. الو صباح النور. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي، اهلا بك، شرفنا بالاسم. صباح الورد. الحمد لله. معك عبد القادر من سلا. تفضل سيدي عبد القادر، مرحبا بك. وقع لي واحد النص بحثيان ولكن انا راني فقت به مزيان واحد اتصل بيا باسم واحد صاحبي قال لي ودي انا في كوميسيريا عملت واحد الحادثه وضربت واحد السيد، دابا داك الشيء راه داو السبيطار السويسي عافاك الا ما سير شوفوا ليا راه مكلوا ليا مهرس، شوف ليا الاهل ديالو باش يديروا الانتزال ديروا التنازل. هي قال قلت له واخا شو قال لي بغيت نعيط لك شو عاود عيط لك قال لي لا سمعت اش غدير داك الشيء راه خصهم شي مصاريف غيسير عندهم هو غيتوصل السويسي غادي يعيط لك عطيه واحد 6000 درهم باش يخلص لك المصاريف ديال الولد وتنخرج نعطيها لك. قلت له ودي انا فلوس ما نعطيهاش لهذاك صيفط ولدك تنعرفو السويسي نتلاقى انا وياه ونعطيه هذيك 6000 درهم وديك الساعة ما كاين مشكل. قال لي واخا دابا عاود نعيط لك ثاني عاود عيط لي قال لي شتي انا راه ما خلاوش نخرج وانا ما بغيتش نقولها لموالين الدار. حكا وهادي قلت له سيدي واخا ماشي مشكل شنو دابا؟ قال لي غادي واحد السيد اجي للكوميسيريا في سلا شي في سلا كوميسيريا في سلا. قال لي اجي عندي تمايا وغيخرج واحد السيد عطيها له. قلت له انا الفلوس ما نعطيها حتى لواحد بيد يدك ولا بيد ولدك الولد ليدي. قال لي عرفتي دابا انا ما خلاوش نخرج وهادي السيد راه غادي يخرج عندك ما تعطيها له. قلت له لا انا ما نعطيهش فلوس. قال لي حداك شي ويستري لي قلت له هي حدايا. وقال لي سير تما انا غنعيطك ونشوف اش غادي ندير. قلت له واخا شويه عاود عيطي قال لي انا سيت فويستر قلت له انا فويستر قال لي انا نعطيك السميه ديال السيد وحطهم له في سميتو
ودابا تنخرج انا ونعطيك دابا الوصفه درت استقافيه وكتبت شي بغيت الثقه ما ثقه فيك ماشي ما فيكش ولكن اخصك الثقه من دير يدك انا ما عطيتش حتى شي واحد جيد هو يقطع عليا قال لي ما صافي 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 قلت له سيدي الله عندك السلامه واتضح من بعد انه ماشي صاحبك شي واحد بسميته ماشي صاحبي عاود عيط في التليفون لان انا ما راش ماشي ديال داك صاحبي والصوت حتى هو ربما الصوت تيتشاب عليه لكن الصوت ليش بان صاحبي ولكن النمرة ماشي هي واضح يا سيدي داك صاحبي انا عيط له قال لي ودي انا النمرة حلتوش بدلت النمرة قال لي لا انا هذه هي هذيك انا شنو نبدلها انا النمرة كنخدم فيها شنو نبدلها قال لي ودي راه وقع لي وقع لي قال لي شتي قال لي ولد الحرام اش كيدير وقع ايوا حضي راسك سيدي عبد القادر تبارك الله عليك وشكرا على الاتصال ديالك واللي نبهتينا وطبعا المستمعي الكرام الهاتف كوسيلة تستعمل كثيرا في النصب والاحتيال على الناس فحضيوا راسكم عرفوا لما كتكونوا كتهضروا في التليفون ولا ملي كتكونوا كونيكتي مع شي جهه معينه راكم كتهضروا مع المجهول يمكن هذاك الشخص اللي كتعتقدوه نتوما هو ولا كيفاش كتصوروه ماشي هو وماشي وفق تصوركم فحضيوا راسكم مستمعي الكرام من المجهول المتمثل في الصوت اللي كيتكلم معكم عبر التليفون كيقدم لكم نفسه بحال بغى ولكن هو شي حاجه وحده اخرى الان غادي نخليو الموضوع ديالنا ونمشيو نشوفوا واحد الصوره من صور النصب والاحتيال اللي هي لكم البرنامج تبدو بسيطه ولكنها خطيره وعميقه على اعتبار انها كتمس حد المواطنين سبق البرنامج كنتكلم لكم على زيت العود وهذه وقته هذا زيت العود كيتزور وقلنا لكم ودي راه كاينه واحد الكينه كتباع بواحد الثمن بسيط كتعمل في زيت عاديه ولا في زيت عاديه والماء وكتعطي الريحه ديال زيت العود الحقيقيه وكيعملوا واحد شويه زيت العود حقيقيه الفوق ديال البيدو لانه الزيت تطفو فوق الماء وكيبيعوه لكم المشكل ماشي في انكم تشريوه وتكتشفوا باللي تنصب عليكم وتستاهلوا غتعرفوا علاش من دابا شويه ولكن المشكل هو انكم تكونوا كليتوه وكلتوه لوليداتكم الشيء اللي كيضركم استمعوا المجرى في جهه من الجهات في مكناس اللي هي مفروض انها من المراكز ديال انتاج الزيتون والزيت في المغرب ونواصلوا بعد حين واحد المشكل هنا في ويسلام هذه الزيت كتباع لعباد الله في الشارع العام الناس كيشريو هذه الكارثه العظمى حنا هذه ماشي زيت انما الماء مخلط بشي حاجه كارثه هذه هاد الناس هادو في هاد الحي هذا كنتعرضوا لينا كنتعرضوا للنص يعني انتم شوفوا واش هذه الزيت هذه ب 100 درهم شو السيد دابا الشارع على اساس زعما يعطيها لوليداته الشارع ب 100 درهم 5 يطرو واش هذه شي زيت تتفاجئ شوف كاينه كاينه ب 5 درهمات زيت الدار يومين حطيتها يومين ولا فحال هكا هذه راه غير كاينه كتباع ب 5 درهم هذه غير كاينه ب 5 درهم شريتها على ديال هذه شاريها ب 2000 ريال وخرجت لي كل ماء وكاينه والله ما عاد هرقت وقلبت عليه باش نلقاه ما لقيتو شاي ودعيت الله لقيته كيبيع في واحد البلاصه شديته جبتو لعندي قال لي انه كيبيع هو كيبيع شي في العمارات قال لي يلا معايا نعطيك فلوس قلت له ما غنعطيكش الزيت ديالك جوج ديال الشباب من المنطقه ديال حاضر سي عزيز معايا المنطقه ديال تازه وقنا فيهم زعما قالوا لنا الناس حنا فلاحه وزيت ديال البلاد وتقنا فيهم وانا براسي كنت غادي نشري وتراجعت منه اربعة البوادة مية درهم باش شريتها جا كيبكي ليا قال لك انا تقطع ليا الحبال وما لقيت فيه نبات غتقلي نداء لهاد الناس المعنيين بالامر باش يوضعوا حد لهاد النصابة هادو اللي كينصبوا على السكينة ديال مدينة ويسلان بهاد الناس تحبيهم كتير بمية درهم لا حول ولا قوة الا بالله حنا تنطالبوا من السكينة ديال ويسلان باش ما يبقاوش يشريو بحال هاد الزيت هادي باش ما يتعرضوش يعني الدرس اللي شري التسمم هاد باش ما يتعرضوش لواحد التسمم هي الكينة تنطالبوا من السكينة ويعني ماشي غير في حي ويسلان راه في مكناس كامل تنطالبوا بالناس ديال مكناس باش يردوا البال لهاد البياعة والشراية ديال هاد الزيت هادي أحضرات طبعا مستمعي الكرام هاد البيعة والشراية ما كاينينش غير في ويسلان ولا غير في مكناس كاينين في مختلف المناطق المغربية وكنلقاوهم في السويقات كنلقاوهم في الأسواق الأسبوعية حاطين الزيتون وحاطين حدا شوية ديال التين المجفف الشريحة وشوية ديال الزيتون كحل وشوية ديال المسلالة زيتون حتى هو وكيبيعوا على أساس راهم جايين من البلاد وراهم جايين من قلب الزيتون ولكن هذاك البيدو كيبينوا لكم واحد مزيان يمكن يخوي لكم تذوقوا منه إنما البيدوات الأخرى
فيها الماء مخلط بالكينه وشويه ديال الزيت الروميه ومن الفوق واحد جوج سنتيم ديال زيت العود. قلت قبيله ولكن يستاهلوا غتعرفوا علاش. علاش واش كاينه عباد الله شي زيت بلديه كدير 20 درهم الليترو؟ بل اكثر من ذلك، واحد من الاخوان اللي استمعتوا ليه شرى 4 لباده لما قال له هذاك السيد راني مقطع ليا الحبل وما لقيت فين نمشي عافاك يشري مني وعتقني، شرى 4 لباده ديال زيت العود ب 100 درهم. واش كاينه شي زيت العود بهذا الرخاء؟ الزيت البلديه المزيانه راه بثمنها، واللي بغى الجوده خصو يقلب عليها. ويلا ما عندي شي الفلوس باش نشري 10 يطرو، نشري غير يطرو ولا جوج مزيانين بثمن مزيان، ما كاينلاش نشري حاجه خايبه ونشري منها كميه كبيره ونبقى ناكل كميه كبيره ديال داك الشيء الخايب. اللهم ناكل كميه صغيره ديال داك الشيء زوين. فحضروا راسكم مستمعي الكرام في هذا الباب الا سمحتوا. حضي راسكم موضوعنا الرابط مستمعي الكرام، حضي راسك من بلية تشوفوني، وهاد تشوفوني خرجت على شحال من واحد وعلى شحال من أسرة وطلقات شحال من مرأة وشحال من راجل ودخلات شحال من واحد الحبس فقط لأنه مرض بحب الظهور. ومن صور المرض بحب الظهور هذاك اللي فين ما مشى كيخلص، جلسوا مع أصحابه هو اللي كيخلص القهوة، تغداو في شي بلاصة هو اللي كيخلص الغداء، مشاو لشي بلاصة هو اللي كيخلص المركوب، هو كيخلص. علاش؟ باش يبان انه كريم، باش يبان انه عنده الفلوس، وكيحاول انه من خلال داك الخلاصه على الناس يكسب واحد النوع ديال السلطه. لما للاسف حنا طميميعين كنوليو كنقولوا له السي فلان دخل السي فلان، لا لا خلي السي فلان هو الاول، لا والله انت الاول بالله السي فلان، نظير هذاك الخلاص اللي كيخلص في الممشى. لذلك مستمعي الكرام، حتى مثل هاد الناس حضيو راسكم منهم لسببين. السبب الاول انهم ما كيديروش داكشي من باب الكرم الحاتمي ولكن من باب شوفوني، والسبب الثاني كيمكن يكونوا نصابه وير كيوجدوكم كيطيبوكم على المهل، ومن بعد غيضربوا ضربتهم اللي غيفديو فيها كل ما خلصوا ورباح كتير فوق داكشي. الو صباح الخير. الو صباح النور سيدي. بخير اخويا. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم. الاسم راه ما عنديش التليفون وساكن عاف العربيه قدام القداري، وهذا التليفون عطاء صاحبي عطاه ليا. مرحبا بسيدي. وهذا نهار الدين ونهار المؤمنين، والله يعطيني شي موت نقيه. اللهم امين لينا جميعا سيدي. عندي واحد المشكل، عايش مع الوالدين عندهم جوج ديور، عندي خونا في الطريان مخرجنا عاف التشريبه في راس المخازنيه في راس القياد في راس الوكيل في راس كل شيء. ساكن في ديك التشريبه، عيط على مو الو حمد تما ايه هادشي تقولي ليه من الجدارميه راه تيدق عليا وتيحيد لي السروال وبو يشهد مشاو داروا دابا هادشي كله باش ينصب عليك باش يدي لك الدويره ولا شنو؟ وباش يدي الارض والدار، بدا في الدار داها وبغى يلصق لك تهمه ديال الاغتصاب باش يمكن يدي ما تبقى. واش انت واريت من الورثه معاه؟ أخي من مي وبا أنا اللي مقابلهم، دابا رانا عايشة عند الناس، عارف الجدارمية داروا الدواسة تاعي الواكيل من دار القداري، هدرس بواه مشاو الشهود شهدوا فيه بما هو اللي مهدرس بواه. للأسف شوف هاد القضية ديالك مهمة، ولكن أنا كنقتار عليك أننا نحولوها لبرنامج من كويليك. هذا مشكل كيستحق أننا نناقشوه ونحاولوا نلقاو معك حل بمعية المستمعات والمستمعين الكرام. لذلك رقمك ديال الهاتف هو عندنا، غادي نعاودوا نتصلوا بك وناخذوا هذه القضيه ديالك في برنامج من كوائليك باش نحاولوا نبقاو مركزين على موضوعنا اللي هو حضر من بلي تشوفوني، وناخذوا مكالمات هاتفيه في هذا الباب. الو صباح الخير. السلام عليكم. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم. سي محمد تحيه ليك وتحيه للموظفين ديال الاذاعه الوطنيه بدون استثناء. اهلا بسيدي الفاضل. وانا شخصيا انا كنعتبرك مدرسه اذاعيه متنقله بكل صراحه. نعم شرفني بالاسم. هذا عبد الحميد بن مالك من السعيديه. مرحبا سيدي عبد المالك. تفضل سيدي. مرحبا. الاذاعه راه عبتوا واحد النجاح كبير الحمد لله، فضل كيرجع لكم، تعلمنا منكم بزاف ديال الحوايج ولله الحمد. عفوا سيدي. وغير هذا الموضوع، هذا الموضوع اثار الاستماع ديالي وبغيت نعطي الراي ديالي لكن ممكن. تفضل سيدي. هاد الظاهره ديال اللي ذكرتها سي محمد، كاين اللي عنده يقول له جلس خلي فلان يدخل، كاين اللي راه ما عندوش، كاين اللي ما فحالوش وكيبغي يبان. فهمتني سي محمد؟ كاين اللي ما فحالوش، نعرفوا ناس ما فحالهمش وكيبغيو يبان. مثلا كاين اللي كتصيب مو مسكينه كتضرب تماره كتضرب جفاف، نعرفوهم حالات مو كتضرب تماره تضرب الشفاف بوع مريض في الدار وتصيبو مع الصباح نايض حتى 11 حتى 12 وكيجلس في القهوه كيدوموندي قهوه كيبقى يبان على الناس كيبقى يلبس مزيان قدام الناس وكلشي. هذا راه مرض السي محمد. مؤخرا واحد الملاحظه شفتها انا بعيني بهاد العينين هادو اللي ياكلهم دود والتراب، السيد جاي كيحس براسو شي حاجه كبيره هنايا كيتمشى، انا ندير انا الفعل انا عندي الدار انا عندي، كيتباهى قدام الناس. جا عنده واحد السيد، كسمعنا سي محمد، سيد فقير
سيد فقير قال له الله يجازيك بخير كاين مسكين كاع اللي كيخدم الطوموبيل في الطرق، قال له اعطيني غير باش نفطر، قال له تبعني للقهوه، قال له تبعني للقهوه، ناض واحد السيد جبد مسكين يمكن شي 20 درهم قال له ما تبعوش القهوه هاك باش تفطر، فهمت؟ ولكن ملي مشينا تبعنا داك السيد لقينا هو بذاته داخل عند مول القهوه قال له اعطيني واحد 10 درهم باش ندي واحد كيلو ديال الحل باش نتغداو قليه اللي غير هنا وديروا في الحساب. يعني وملي كيمشي يجلس ملي كيمشي لشي قهوه كبيره القهوه ديال 30 درهم اللي عندنا هنا في السعيده واش كيمشي هو اللي كيخلص على دوك الناس الكبار، ولكن ها انت انسان مفرج على الناس وهواني مخلي راسو على هاد ما يقدرش. كاين واحد الحاله نتاع منيش عارف واش البرنامج يسمح لك الحاله تاع نص صغيره اللي كنت نقولها لك بعجاله الا سمحتي بعجاله. انا مؤخرا جا عندي واحد السيد ما نصوش عليا بصح نسب على واحد، المهم جا عندي قال لي الله يخليك راه الا تعرف شي طبيب مزيان وكذا عندي شي تواصل مع الاطباء، قال لي واحد السيده بغات دير واحد العمليه على العين المسكينه راه مريضه ياك. قلت له واخا غنشوف لك الطبيب حيت عندي واحد الطبيب صاحبي هنايا. شفتو ذاك الطبيب السيده دارت العمليه، لما بقينا نبحثو هزيت انا التليفون قلت له اعطيني ديك السيده دارت العمليه، بقينا نبحثو نبحثو لقينا السيد هذا يعني مستغل بنتها عنده علاقه غير شرعيه مع بنتها باش دير العمليه لامها وستر عليها الله يجزيك بخير سي محمد. واضح يا سيدي الفاضل، مع الشكر لك وعلى المكالمه ديالك. مستمعي الكرام هذه القضيه ديال شوفوني يمكن كتلاحظوها كثير في الاعراس، ونقولوا الاعراس فرح وكذا، وكاين البعض اللي كيتكلف ويتسلف ويتقاتل باش يدير عرس مزيان باش يقولوا الناس دار العرس لبنته كذا ولا دارت العرس لبنتها، ولا العروسه نفسها كات باش تفشر على صحاباتها وتصور وتقول لهم واحد العرس درتو كيفاش عامل، لدرجه اننا ولينا كنسمعوا ارقام خياليه وفلكيه ديال هاد الاعراس والاحتفالات بمختلف الانواع ديالها، بل يمتد الامر للجنائز حتى الجنازه الى مات شي واحد لاباس عليه وكبير. نعم سيدي الطريطور شكون هو السميه كيفاش دايره وكيفاش البنيات وكيفاش الماكل ثلاث ايام ديال الزرود، لان السيد مات وخصنا يشوفونا كيفاش درنا ملي مات لينا. فبلي تشوفوني مستمعي الكرام غدا وكتاصل في المجتمع ديالنا، وهي من ضمن الاسباب الاساسيه والرئيسيه لظاهره النصب والاحتيال عند الكبار. النصب والاحتيال اللي على اصوله بحال كيقولوا اللي فيه الملايين ديال الدراهم، في غالب الاحيان النصابه والمحتلين الكبار كيكون هدفهم الرئيسي راه ماشي هو المعيشه البسيطه، المعيشه باش نعيشوا سهله، الى لبستي اللباس المتوسط في الجوده والى كليتي الماكله المتوسطه والى ركبتي في وسائل النقل المتوسطه ولا كل شيء راه ما غتحتاج شايل شي مال كبير. لا جيتو تحسبوا اللي عنده مثلا فراس مالو مليار شحال كيخصو باش يصرفو، غتلقاوه مئات السنين الا كان كيعيش واحد الحياه ما نقولوش عاديه وما نقولوش متوسطه فوق المتوسطه، وخصو مئات السنين ولكم ان تقوموا بعمليه حسابيه. ولكن للاسف الناس امام البليه ديال شوفوني كل واحد كيحاول يسكن في الدار حسن من الاخر، كل واحد كيحاول يركب في الطوموبيل حسن من الاخر باش يبان، كل واحد كيحاول يلبس الماركات الغاليه حسن من الاخر باش يبان. وعلى ذكر الماركات غادي نعاود لكم واحد المقوله اللي سبق قلناها في برنامج من كوائلك بمناسبه القضيه اللي ذكرت، كيقول لك يا سيدي الماركات هي حيله اختلقها او صنعها الاذكياء لاخذ مال الاغنياء. الماركات هي حيلة صنعها الأذكياء لأخذ مال الأغنياء، حيث للأسف الإنسان ملي كيولي عنده الفلوس بزاف وما كيلقى ما يدير بهم، بخلاف الناس في الغرب اللي كيدخلوا في المشاريع الإنسانية وكيدخلوا في الأمور اللي كيعتبروها أسمى، حيث كيكونوا شافوا كل شيء وكلاوا كل شيء وعاشوا كل شيء وسافروا في كاع الأماكن، شافوا كل ألوان المتع وكيوصلوا للحقيقة اللي هي مهمة، هي أنك لعملتي الخير كتحس بسعادة أكبر. فبخلاف هادوك احنا عندنا للأسف كنغليو على بعضياتنا لدرجة أنك وليتي كتمشي كتقلب على الدار كتلقاها ب 200 مليون 300 400 لدرجة كتقول منين كيجيبوا هاد الناس هاد الفلوس، ولكن كتلقى شكون اللي غلاها، واحد شراها والآخر شافو شراها بقدا وقدا قال غنشري غلا منها باش نبان عليه. وقص على ذلك في كل مناحي الحياة وبما فيها الماركات بحال كنا كنذكروا، فكيمكن تاخذ واحد التيكيته فيها واحد الماركه معروفه عالميا وتلصقها في شي تريكو ولا في شي قميجه بسيطه ولكن من نوعيه جيده، ما كنقولوش عاود شي حاجه مكفسه،
ويمكن تقنع بها واحد الانسان اللي كيلبس هي الماركات وتجيب له شي حاجه ممتازه مزيانه ولكن ما فيهاش داك النوع اللي باسينيي. شوفوا هذه الكلمه سينيي حتى هي كي دخلت في الثقافه ديالنا. لابس واحد القميجه سينيي او واحد الكسوه لابسه سينيي، فكانه شكون مع شكون ساني فيها على اي، هذه قصه اخرى. فهاد السينيي مستمعي الكرام حتى هي من المظاهر ديال شوفوني، واللي خالقها واحد اللوبي ديال الشركات وديال المصانع اللي كيضحكوا على الناس بهذا التعبير، كيضحكوا على الناس اللي مراض بلي تشوفوني. الو صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم. سي عمور، معك حسن من جامعه عين جماعي اقليم كناس، كنشتغل حاليا بالرباط. مرحبا سيدي حسن، مرحبا بك، تفضل سيدي حسن. بارك الله فيك، كنشكرك سي عمور على هذا البرنامج الشيقه، وكنشكر زعما جميع التقنيين اللي كتفيدونا بزاف. نعفو سيدي، مرحبا. سي عمور، انا بغيت كنت تعرضت لواحد النصب من طرف واحد البنك في مكناس. ما نذكروش اسم البنك الا سمحتي، لانه غادي يكون ما نذكروش اسم البنك حيت خصو يكون عنده الحق يرد. لا ما عنديش، ما نقولش سميتو الاسم ديال البنك. المهم هو بنك معروف في حمريه في مدينه مكناس. مشينا انا والاخ ديالي باش نحطوا واحد المبلغ ديال 130,000 درهم. المبلغ حسبته انا جوج المرات وكان ديجا محسوب، وحسبته انا جوج المرات ما فيه ما يعني ما ناقش. فملي مشينا نحطوا المبلغ حسب هو الفلوس، قال لا خاصكم 1000 درهم. يا ودي انا على شي طرف الفلوس هي هذيك، قال لا راه خاصكم 1000 درهم. فبقيت كنشوف انا والاخ ديالي، صافي تقبلنا الوضع، قلنا له صافي ماشي مشكل. من بعد 6 شهور غادي يرجع الاخ ديالي اللي حنا ولاد الباديه، يعني كنا باينين شويه مع ركعه في التمارة والتكرفيس والخدمه والفلاحه، كان كل شويه فمشينا عاوتاني انا والاخ ديالي، عاوتاني خويا دخل، بقيت انا على برا، عاوتاني عطاه 60,000 درهم. عاود قالوا نفس المشكل، قال له راك حسب الفلوس، قال له خاصك 1000 درهم. قال له ديك المره قلت لنا 1000 درهم، دابا قلت لنا 1000 درهم. قال له راه ديك الفلوس حسبها. ملي حسب الاخ ديالي المبلغ ديال 60,000 درهم، لقى الحساب، قال له اسمح لي راه الغلط حقا راه بالدماغ ديالك تنفخ وداكشي. قال له انت بغيتي تنصب علينا، انت بغيتي ديرها لينا، هذه راه الفلوس العرق، الفلوس ديال تمارة. قال له منك لله، قال له هذيك الفلوس ديال راها. قال له حتى ديك 130,000 درهم اللي حطيت عندكم غتحطها لي دابا. قال لي لا ما يمكنش هذا. قال له غادي هذا ولا نشوهك. بقينا هذا وحيدوا لنا 2000 درهم على ذاك باش نسحبنا المبلغ، حيدوا لنا 40,000 ريال. قال لك لا انتم ماشي قانوني، ودعينا على الله وقسم بالله المعبود. اخي عمور الى شي واقعيا هي بحال اللي حضرتي لي. صلاح لك سيدي حسن، شكرا اللي نبهتينا. للاسف كاين عظماء الضابر، ممكن هذا الشخص اللي عمل هذا الشيء كينصب وكيمد يدو الفلوس للاخر لانه باغي يبان اولى من حوله. هذا تيقنص سي عمور، هذا تيقنص، ماشي اي واحد تيقنص. الناس اللي كيبانوا ليه نيه مثلا حنا ولاد الباديه راك عارف الفلاحه، وجينا من تماره وداك الشيء باين علينا. هذا قلنا احنا ما شكيناش فيه نهائيا، ولكن ملي عاود الكرام، ملي عاود المشكل عقنا به. عاد فهمتوا، يعني ما يمكنش انك اديتي 1000 درهم تعاود 1000 درهم. ملي عاود خويا الحساب قال لك، قلت له راه 60,000 درهم عاود، ولا قال لك هي هذيك. قال له انت نصاب، انت بغيتي ديها راه ما ديتي غير السمره. واضح سيدي حسن، بارك الله فيك، شكرا سيدي حسن. وحنا كنحييو الناس كلهم بالباديه واحسن الناس، وحتى واحد ما عنده الحق انه يحقر شي حد. أنا مازال كنتكلموا على هذا الموضوع لأنه جاي باين عليه تمارة مكرفش شوية، يمكن يالله جاي من الفلاحة، يمكن يالله جاي من شي بلاصة، الله يحسن عواننا جميع. فما نحقروا شيء بعضياتنا نتيجة المظهر، ما نرسخوا شيء الثقافة ديال شوفوني. خص بنادم حتى يكون معت كيفاش عامل عاد نحترموه. كنحترموا الإنسان أولا لإنسانيته، كونوا إنسان يستحق الاحترام، كونوا إنسان يستحق الاحترام. وعاد نزيدوا من الاحترام ومن التقدير الى لقينا اخلاقه طيبه، لقينا روحه طيبه، ولا لقينا صاحب فكر، صاحب حكمه، صاحب ثقافه، صاحب معرفه، وعاد نشوفوا المظهر. وهذا كيحيلني من بعد اذنكم على المقوله اللي كتقول ملابسك ترفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. راه يمكن الناس يشوفوا الحوايج ديالك يقدروك قبل ما تجلس معاهم وتبدا تهضر، ولكن مجرد ما تهضر الى بنتي خاوي حوايجك ما كيبقاو يكسوا والو خاسيني. ولكن الا كان عقلك عامر وكتعرف تهضر وكتعرف كيفاش تتكلم وكيفاش تقدم الدليل وتناقش وتقنع وتقتنع، كتكون انسان تستحق الاحترام اكثر واكثر. يا مستمعي الكرام، مازال المكالمات الهاتفيه ديالكم كثيره، ومازال حنا في باب الموضوع ديالنا، ولكن خلوني ناخذ هذه المكالمه ونقدم لكم صوره اخرى من صور النصب والاحتيال، وموجهه خصاصا وخصوصا للعيالات. حضيو راسكم على اللياتي، غادي نرجع عندكم بعد حين. الو صباح الخير. صباح النور.
إذا سامورة بخير. الله يطول عمرك يا سيدي الفاضل، شرفني بالاسم. عبد الرزاق من مكناس سيدي. مرحبا بسيدي عبد الرزاق. بارك الله فيك، بدا كنحييك مباشره لانك بقيتي عند الوعد ديالك وعطيتينا العنوان ديال الحلقه اللي ديال السيمانه اللي دازت اليوم. شكرا لك. مرحبا بسيدي. وبالنسبه للموضوع اللي اقترحتي اليوم ديال شوفوني، قبل ما نقول شوفوني، شي بالنسبه للموضوع اللي هضرتي على زيت مكناس، هي منطقه دويسلان للاشاره، من اكبر التجمعات السكنيه في مكناس. هاد للاشاره هنا يعني شفنا هاد المناظر ماشي غير في دويسلان، جميع المناطق ديال مكناس ان الزيت كتباع لمن هب ودب. ولكن مع كامل الاسف، واش الزيت كدير 400 درهم؟ الزيت راه كدير 60 درهم 50 درهم وما لقاوهاش الناس، وتيقولوا حره وما لقاوهاش. الناس هنا كيجيو للسويقات وتيعتقدوا ان هذوك الناس ربما جابوها من المنطقه ديال مولاي ديال الزهور رخيصه شويه وكيبيعها لهم. اذا هنا الاخر كذاب والاخر طماع، وكنا كنعرفوا ان الكذاب كيقضي عليه الطماع، او العكسيه كسي عمورا طماع كيقضي عليه الكذاب. تماما سيدي عبد. بالنسبه للموضوع ديال شوفوني، غنكون مختصر وموجز في الموضوع ديالي باش نخلي لك فرصه الوقت. ما كتلاحظش معايا سي عمورا بالنسبه لشوفوني ان بعض العائلات كيرسخوا الدايره في الوليدات ديالهم؟ صحيح. ان الاب ذاك التكبر ديالو ديك المباهات، وكيبغي يبان، وكيبغي يبان على خوته، ربما الا كانوا في المستوى كيبغى اكثر منهم، او المراه مثلا كتبغي تبان مع الجيران ديالها ومع خواتاتها ومع العائله، ما كتستخدمش داكشي في الاطفال. حيت كنشوفوا انا ديال الفكره والنقطه اللي بغيت نناقش معاك باش ما نطولش بزاف، حيت كنشوفوا بعض الدراري كيف يعقل انك تلقى الدري عنده 16 عام 15 عام ولكن النغمه ديال الكلام ديالو كيبان انه متكبر متعجرف. اذا هذيك التكبر وديك العجرافه وديك المباهات ما يمكنش جاتو هكاك، اذا صلبتها من عند والديه، كيشوف با شنو كيدير وكيشوف مو شنو كيدير. اذا الا خلينا هاد الدري في هاد الطريقه وكبر وتزوج ودار وليدات، غادي يدير نفس النمط اللي دار والديه. على الاساس اللي بغيت نقترح عليك انا انك تعطي بعض النصائح لبعض الاباء والامهات ان هاد الدايره يحيدوها وما يخليوهاش ترسخ في الوليدات ديالهم. علاش؟ لحقاش الا كبر الدري غيبقى يفرض عليهم. بغيت البورتابل ديال 5000 درهم، ما يمكنليش اني ندير ديال 40000 ريال ولا 30000 ريال. بغيت السروال ديال 50000 فرانك، وهكذا دوالي. وحاجه اخرى الله يجازيك بخير، حاول تعطي رساله مقتضبه لبعض قبل ما ننسى. بالنسبه اللي قلتي السؤال ديالك شكون اللي ربما فيه شوفوني، واش الرجال ولا العيالات؟ انا كنعرف بعض الرجال وبحكم التجربه ديالي اكثر من العيالات، وكاين اللي غايقول لك العيالات اكثر من الرجال. داكشي كيتعلق على حسب شخصيه الانسان كيفاش كيتعامل هو. كاين اللي تربى بحال مثلا انت قلتي الرجال ولا العيالات، لانفراد هاد الناس ولدوا لنا واحد الولد ورباوه كبروا فيه داكشي، ها هو غادي يكبر، ها هو كبروا لنا راجل من الناس ديال شوفوني. هذا هي النقطه اللي بغيت نقول لك باش نكونوا ننتبهوا ليها، باش ما بقاش نحكموا على واحد الدراري كتشوف 16 عام كتقول مالو هذاك متكبر، مالو دافع كبير، مالو لابس سروال كذا، مالو كذا، مالو كذا. ديك مالو ومالو مالو هي اللي خصنا نطرحوا التساؤل منين جات. واضح سيدي عبد الرزاق، شكرا جزيلا. وانت الان كتقودني للحديث على النشء، وقلنا في البدايه غادي نشوفوا كيفاش نربيو وليداتنا باش ما يمرضوش بلي تشوفوني. شوف مستمعي الكرام، إذا كانت بعض الدول المتقدمة، احنا راه يلاه دولة متخلفة أو سائرة في طريق النمو باش نديروا راسنا الخاطر. إذا كانت الدول المتقدمة تلزم الآباء والمؤسسات التعليمية باللباس الموحد داخل المؤسسات التعليمية، راه ماشي صدفة، راه باش نحاربوا هاد الظاهرة ديال شوفوني وديال الغرور ديال بعض التلاميذ وديال الأنانية وديال أنا لابس أحسن من الآخر وديال أنا لابس أحسن من الآخر. كاين لباس موحد في الدول المتقدمه اللي ما نوصلوش لناتجها الخام حتى بالعشور. وحنا للاسف بلادنا نهار بغات بعض المؤسسات الدراسيه تطبق اللباس الموحد، كنلقاو انه بعض الصحف نهار كتهاجم تلك المؤسسات وكتقول بغاو يتاجروا في الحوايج، وعلاش غيفرضوا على الناس يلبسوا اللي بغاو هما. فنفكروا ماليا مستمعي الكرام في البعد التربوي والنفسي ديال اللباس الموحد واللي عشنا به حنا ملي كنا صغار. ما عرفتش واش كتعقلوا على دوك الطابليات الزرقين اللي باللون ديال المداد، ما كانش كيبان فيهم المداد اللي كان في المحباره. كنا كلنا الاولاد كنلبسوا الطابليات الزرقاء، لا كنتي لاباس عليك ولا ما عندك شيء، كنتي لابس حوايج ما عرفت كيف عاملين، المهم راهم مغطين بالطابليه الزرقاء. ما كانش عندك شيء، لابس حويجات مرقعين راهم مغطين بالطابليه الزرقاء. ويا ويلك ويا سواد ليلك الا حيدتي الطابليه، سواء كنتي ولد ولا كنتي بنت. وكان يمكن المعلم او الاستاذ يطلقك في الزنقه في طريقك للمدرسه ولا ماشي من المدرسه، كنتي ولد ولا بنت وما لابس شي طابليه، يطليك بحال كنقولوا بالدارجه المغربيه.
اليوم البنت هي كتخرج من الباب ديال المؤسسه كتحيد الطابليه الطويله ديرها في الشكاره، في الغالب كتكمشها لان ما كتكونش مربيه اصلا على انها تطوي وتهتم بحوايجها، كتكمشها وتلوحها في وسط المحفظه ديالها. ونفس الشيء الام الاولاد، فلا حديث عن الطابليه الان، ما كاينش شي ولد اللي كيلبس الطابليه، الا لبس كيلبس داك السروال اللي هابط بزاف. فللاسف يا مستمعي الكرام تغيرت الامور واسهمنا نحن في تغييرها، حنا الكبار مالي العقل اللي خصنا نوجهوا الصغار، حنا ولينا ماشيين في طريقهم ولا هما كيوجهونا برغباتهم وطلباتهم. شفتوا الخطا فين كاين؟ اذا خصنا نربي ولادنا بحال قال السي عبد الرزاق وبحال كيقول لكم البرنامج، على ان هناك اهم من المظهر الجوهر، على انه اللي كاين في العقل عمره ما كيحيد، اما الحوايج كيتوسخوا وكيرشاو وكيمشيو. الطوموبيل كتقدام ومن ملك الشيء اهانه. اليوم كتبغي تبان بالطوموبيل كتشريها بالثمن، كتصب عليها الشتا الاولى وتغيس بالغيس الثاني، كدوز عندك شهر كتولي كتبان لك عاديه وانت كنتي تحماق عليها. واللي مراد بها تشوفوني، حتى الانسان كي عندهم رخيص كيبغي يتزوج المراه لانها غزاله وزوينه، ماشي اصلا لانه يتزوج بها لثقافتها والروحه والاخلاق باش يبان بها حيت زوينه. ملي كدوز معاه مده كتولي كتبان له والو، زينها ولا عادي بالنسبه له، ما بقاش صالحه باش يبان بها فكيطلقها. ونفس الشيء بالنسبه للعيالات، للاسف حينما ينسحب الامر او يتحول مما هو مادي الى ما هو اسمى انساني وتربوي ومعنوي، هنا في المجتمعات كتكون في خطر. والسؤال، هل مجتمعنا في خطر؟ مستمعي الكرام، هذا الموضوع فيه بزاف ما يتقال، وبحال كنقول باستمرار في نهايه كل حلقه من برنامج حضي راسك، لا ندعي ولا ندعي اننا الممنا بكل النواحي ديال الموضوع، ولكن كيهمنا اننا نكون ثرنا انتباهكم وخلينا عندكم الرغبه انكم تناقشوا الموضوع مع بعضكم مع نفسكم وتاخذوا القرار الصائب. بارك علينا من هذه البليه تشوفوني، راه كاين في الحياه ما هو اهم وما هو اروع واجمل وكيدخل السعاده اكثر، بغض النظر على داك الشري شري شري، داك الشيء اللي ما عندنا ما نديرو به. الو، صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير استاذ عمورات. صباح سيدي. الخير المستمعين الكرام، الطاقم التقني والجميع. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم اللي سمحتي. عبد الله من طنجه. تفضل سيدي عبد الله. بالنسبه لي القضيه ديال الموضوع الغاضب ديالكم هذا النهار، هذا يمكن نصنفوه جوج الحالات. كاين واحد الحاله اللي هي مرضيه، حيث ان هذا الانسان اللي كيكون باغي انه يتشاف او لا شوفوني كيقدر يقدم الغالي والنفيس من اجل انه يبان، وهذه الحاله هذه فعلا تستحق الشفقه. علاش؟ لان اصحابها كيكونوا مراض بالعمليه، ممكن انه يكون عنده الملك ديالو يقدر يبيع، ويمكن يكون عنده امكانيات ماديه مهمه يقدر انه يعمل اي شيء من اجل الظهور وانه يبان. هاد الناس هادو مفروض انهم يتعالجوا، لان الناس مرض، انا شخصيا اتعاطف معهم. ولكن كاين واحد الفئه اخرى اللي كيكون الهدف ديالها او المغزى ديالها من هذه المساله هو انها الناس كتبغي تعيش حياه تفوق بكثير الامكانيات ديالها، بغض النظر على الوسائل اللي ممكن تستعملها من اجل انها توصل من هذه المساله هذه. على سبيل المثال كنفرض انسان موظف بسيط بسلاليم دنيا ولا سلاليم متوسطه، هو كيمشي في الكونجي مثلا يدوزو في سويسرا ولا يدوزو في الخارج ولا كذا بجميع الطرق، يمكن انه يتسلف، يمكن انه ياخذ رشوه، يمكن انه يسرق، يمكن انه يعمل اي شيء من اجل انه يحقق الرغبات ديالو، يمكن كذلك على انه يمشي يشري سياره فارهه وهو ما عندوش الامكانيات ديالها، يمكن كما قلت انه يشري فيلا، انه يقرا الولاد في مدارس باثمان باهظه ولكن ما عندوش الامكانيات. هذا الانسان هذا كيدخل في نمط الذي يحب ذاته ويقدر يدخل في مرحله النصب. واضح سيدي. شخصيا كنعرف انا واحد الحاله اللي عايشتها، سيد موظف بسيط عنده مكانه المهم اجتماعيه معينه مرموقه وهذا، ولكن الامكانيات ديالو امكانيات موظف، تبقى في اخر المطاف سلم 10 سلم 11 موظف، ولكنه لا ياخذ بعين الاعتبار الاجره ديالو بالبت والمطلق. يقرا ولاد ما نعرفش كيعملها، كما قلنا كيمشي من الكولجيات في اماكن اللي باهظه جدا، وهذا الشيء الناس دفعوا انه هو انسان طيب، ولكن الناس دفعوا انه كيتسلف من الناس بزاف، لدرجه ان قد تكون المدينه كلها كتسالو من اكبر الناس اللي عندهم الفلوس لاصغر الناس، انه كيتسلف حتى من العساس ديال الطوموبيل، كيتسلف حتى من العساس ديال العماره ديالو، كيتسلف
تمنع من جميع الناس، هو ما كانت الوظيفية مرموقة. وضحات الصورة سيدي عبد الله، وشكرا جزيلا على هذه الصور اللي قلتي، ونعرفوا باللي هتشوفوني إلى كان البرنامج عالجها في هذا الحق الظاهرة في هذه الحلقة، فلأنها أس المشاكل والفساد. الإنسان اللي كيبغي يبان كيدير كل شيء باش يبان، وكيستعمل جميع الوسائل باش يحصل على المال. والمؤسف كاين الإنسان اللي كيولي كيبغي يبان بولاده، كيقري ولاده باش يبداو يهضروا بشوية الفرنساوية ولا بشوية الإنجليزية باش يبان بهم قدام الناس، وهذا مشكل أخطر. يا مستمعي الكرام، تحية حب وتقدير ليلكم جميع، وشكر جزيل على الوفاء ديالكم. تحية للالة سميرة السنساوي، تحية للياسمين، تحية للحافظة المحمدي. برنامجكم حضي راسك محمد عمورة بكل حب، يحييكم إلى اللقاء.